بصوا شايفين البنت اللي قاعده على الترابيزه هناك ديت؟ بخبرتي اقدر اقول لكم البنت دي لو سبلت لها ما تعبركش، تتمنظر عليك، كفايه عليها تبص لها بصه طويله شويه وفجاه تلفت وشك الناحيه التانيه وتعد واحد اتنين تلاته، تلاقيها بتخبط على كتفك وتقول لك هو حضرتك بتبص لي كده ليه؟ هو حضرتك بتبص لي كده ليه؟